ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء، وجينا للفقره اللي طعمها حلو جدا ولو حضراتكم بتحبوها جدا جدا جدا، وهي فقره المطعم مع منى. طبعا حضراتكم احنا معودينكم دايما ان احنا بنجيب لكم مطاعم، بس طبعا لظروف كورونا وناس كتيره دلوقتي عشان البرد والمدارس والحاجات دي كلها ما بقتش تنزل كتير للمطاعم، فابتدى موضوع الشغل اونلاين يكتر جدا. بنشوف صفحات كتيره جدا جدا بتبيع وبتسوق اكل محترم قوي وبطعم بيتي ورائع على صفحات الاونلاين، بنشوفها كتير جدا على الفيسبوك وعلى الانستجرام. وطبعا لاني عارفه السيدات العاملات المشغولات اللي ما عندهاش وقت ان هي تطبخ، بجيب لكم دايما صفحات بتكون بتعمل اكل بيتي وبنفس الطعم البيتي المميز لست البيت. النهارده معانا ومعاكم صفحه مميزه جدا بتتميز بالاكل البيتي الجميل والنفس اللي هو زي بالظبط زيك يا ست البيت. النهارده معانا ومعاكم صفحة صحتين وعافية من بيتي، صاحبة الصفحة الدكتورة هبة فاروق صاحبة الصفحة، بنحب نرحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك. دكتورة وعندك صفحة للطبخ، وإيه الحكاية؟ والله هو أنا دكتورة في مجال العلوم الزراعية، تحديدا في زراعة الأنسجة، لكن بالنسبة لموضوع الطبخ ده له قصة تانية خالص. الطبخ ده بقى اصلا يعني كده حب كده يعني، والموضوع بدا كده بفكره ظريفه خالص كان بيني وبين صديقه ليا، لقيت اكلها حلو وتحفه كده، وكانت فبقول لها يعني ايه يا شيماء، طب ما تعمل ما نعمل حاجه، ايه رايك كده لو بدات بحاجه كده على الاقل، على الاقل يعني هنفيد بيها ناس كتير قوي. وبعدين احنا فعلا في الوقت الحالي اللي احنا فيه كسيدات عاملات فعلا محتاجين جداً حاجه زي دي. والحمد لله المطبخ بتاعنا بيتميز بوجود يعني فعلا ستات تحس ان انت كانك قاعده بتاكلي في بيتك. فعلا فعلا حقيقي. ومن ايام زمان بقى، ايام تيتا وجدو، يعني بص تحس الطعم كانه هو بالظبط في بيتك. انتوا قاعدين قاعده ستات بتعملوا احلى اكل. جميل جدا. طيب انتوا بتقدموا بقى في المطبخ بتاعكم بتقدموا اكلات شرقيه بس، ولا بتدخلوا حاجات من المطبخ الغربي؟ لا احنا بندخل اكلات شرقيه صرف، المحاشي بقى وعندك الحمام. دلوقتي بدانا نعمل حاجات دخلناها في المطبخ شويه جديده، هي مش جديده بس بالنسبه للجماعه. يا ريت اذن حضرتك، يا ريت ننزل بالصور الجميله بتاعت الاكل اللي بتكلمنا عنها دكتوره هبه. بالنسبه للمطاعم اللي بره يعني طبعا كلنا عارفينها بتقدم بعض الوجبات زي الكوردن بلو، الحاجات اللي هي بتبقى كريسبي كده للاطفال. طبعا أيوة. الاطفال يعني احنا قلنا بقى بنعمل الحاجات دي في البيت بدل ما ست البيت تقعد تفكر بقى تودي الولاد فين وتعمل ايه، لا احنا بنحاول على قد ما نقدر ظبطنا لك الحاجه دي جوه بيتك، فدي برضو دخلناها الحمد لله عندنا في المطبخ بتاعنا. ايه اهم الاطباق اللي دايما بتطلب منكم؟ بتطلب مننا المحاشي، البط، المحاشي بجميع انواعها الحمد لله، ورق العنب، صواني اللي هي المكرونات، يعني الحمد لله. وكمان عندنا الحاجات المجمده بقى زي اللي احنا بنعملها عندنا في مطبخنا زي الهمبرجر، بنعمل اللحوم دي عندنا احنا من الحمد لله يعني بيتي كله بيتي تام. ممتاز. الصور نازله اهي على الشاشه شايفينها طبعا. تمام. شايفين الاكلات الجميله والمميزه عندكم. انا عايزه اعرف بقى يا دكتور هبه، الاكل بتاعكم اللي يفتح النفس ده ايه السر فيه؟ ليه الطعم عندكم مميز؟ ليه الطعم عندكم بحس فيه فعلا ان هو الاكل البيتي المخدوم؟ بتختاروا خامات ايه؟ بتعملوا ايه؟ احنا بنستخدم الحمد لله على قد ما يعني بنقدر جدا يعني نستخدم الخامات الطبيعيه بالذات السمنه، يعني في اكلنا لازم يكون في سمنه. معلش بقى احنا فلاح. بالنسبه لنا مهم وجود السمنه يعني للناس للناس اللي بتعمل دايت والكلام بس ان شاء الله برضو في المرحله اللي جايه بعد اللي لقينا يعني مجموعه من الستات طلبت نعمل اكل صحي بقى، الاكل اللي هو يساعد على الدايت وكده، فده بارتيشن جديد ان شاء الله هنعمله الفتره اللي جايه باذن الله. جميل جدا. الاسعار عندك شكلها ايه؟ الاسعار حسب السوق يعني، وان شاء الله على حسب سعر الحاجه حسب في السوق. احنا ما بنغليش بره يعني، مش عاملين حاجات عاليه، لا الحمد لله اسعارنا في متناول جميع الايدي.
لا واقل من المتناول، انا سالتك على بعض الاسعار لقيت ده سعر التكلفه ده غير الوقت والمجهود. ازاي اتواصل مع حضرتك؟ اكيد عن طريق عندنا جروب واتساب وعندنا الجروب بتاع الفيسبوك، وكمان في ارقام موجوده دلوقتي على الشاشه مشاهدينا الاعزاء، الفيسبوك او الانستجرام ولا الواتساب؟ لسه هنعمل انستجرام ان شاء الله. الواتساب الرقم اللي موجود على الشاشه، والفيسبوك الصفحه برضو اسم الصفحه موجود على الشاشه دلوقتي لكل حد حابب ان هو يتواصل مع صفحه صحتين وعافيه من بيتي. ما شاء الله، جايبه لنا النهارده ايه؟ والله يعني الشيف صلاح بقى النهارده. ازيك يا شيف؟ ازيك يا شيف صلاح؟ عامل ايه؟ شيف صلاح الشرقاوي، فاكرين لما قلت لكم عليه اصغر شيف في مصر؟ النهارده برضو عشان اكله مميز جدا، وانا شخصيا عجبني اكله، فقلت له تعالى بقى اطبخ لنا طبخه جميله. هو ان شاء الله باذن الله هي وصفه بسيطه وسهله، وطبعا كلنا بنحبها، هو الكوردون بلو. هنحشيه طبعا. طب احنا بس نتكلم الاول عن الاصناف اللي قدامنا دي. الاستاذه هبه اتكلمنا، يا استني نسال المخرج قبل ما تقول. اوكي مخرجنا العظيم، ينفع نقوم نقف ورا الكاونتر؟ هو موجود عند الشيف صلاح عينات كده بسيطه من المحاشي اللي احنا عاملينها في طيب. الشيف ارفع علينا كده، الشيف ارفع علينا كده. من ده طبق محشي من صحتين وعافيه. صحتين وعافيه، ايوه. يعني رائع. دي من ضمن الحاجات اللي عندنا، لكن وفي برضو بنعمل عندنا اللي هو الكوردن بلو. جميل، يبقى جايبين النهارده المحاشي بانواعها باشكالها الجميله بانواعها. تمام. ايه تاني هنعمل بقى النهارده؟ هتعملوا النهارده الكوردن بلو، انتوا جايبينه جاهز وهتعملوه لنا؟ لا انا ان شاء الله باذن الله هعمل لحضراتكم النهارده الكوردن بلو طبعا، والانجليش كيك او الكيكه بالزبده اللذيذه، وهنعمل طبق السلطه اليوناني، تشكيله خضروات مع طبعا شرايح البصل على الوش والزيتون، حاجه تحفه ان شاء الله. كل مشاهداتنا دلوقتي هنتعلم حاجات جميله جدا مع شيف صلاح وصفحه بصحتين وعافيه اكل بيتي. هنشوف دلوقتي طريقه عمل الكوردن بلو. يلا جهزي ورقه وقلم. احنا ان شاء الله عندنا صدور الفراخ زي ما حضراتكم كده شايفين، بنبدا ان احنا طبعا بحاول اسهل الموضوع على كل ست بيت عشان مش هينفع، ممكن حضرتك تفتحيه من الجنب فيفتح معاكي، فالاسهل ان احنا نجيب سكينه رفيعه ونبدا ان احنا كاميرا معايا، نبدا ان احنا ندخل بالسكينه كده ونحاول نفتح بالراحه طبعا، وايدينا من ورا حاسه انا يعني انا ماشي ازاي عشان ما يفتحش مني برضو. طبعا كده ابدا ادخل صوبي عادي، نبدا طبعا نجهز التاني ونبدا ان احنا نتبله. تتبيل عباره عن ايه؟ سنه ملح، سنه ملح وسنه فلفل اسود. أوكي. بس مش اكتر، ملح وفلفل اسود. ونبدا ان احنا نحطه في الدقيق، نبننه في الدقيق كويس زي ما حضراتكم كده شايفين، ونبدا ان احنا ننزل بيه في اللبن، وبعد كده بقسماط، بعد الدقيق بقسماط، يعني دقيق لبن بقسماط. طبعا احنا لازم، معلش سوري، احنا لازم نحشي الاول قبل ما نبنن، نجيب شرايح الروزبيف البقري المدخن ونحط فيها الجبنه الشيدر بالشكل اللي حضراتكم شايفين كده. ممكن نحط شيدر او موزاريلا؟ مشكله. مفيش مشكله. الحشو ده يعني انتوا في صحتين وعافيه، في صفحه صحتين وعافيه بتحطوا يا شيدر يا موزاريلا؟ الحشو ده تبع حضرتك يعني. يعني اوكي، وبنحط زي ما الشيف كده بيعمل اللي هي الحشوه الجميله اللي بيعملها لنا النهارده دي. ممتاز. نبدا دي كمان وندخلها بمنتهى البساطه، مفيش اسهل من كده. تمام. ونبدا ان احنا نديها لبن تاني، وبعد كده بقسماط، اهم حاجه نكبس البقسماط كويس عشان ما يفتحش مننا. لبن زي ما حضراتكم شايفين كده، ونبدا ننزل بيه في الزيت، هو كده خلاص جاهز، هنبدا ننزل بيه في الزيت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام. نبدا بقى نروق مكاننا. ممتاز جدا. غير بقى الكوردن بلو الجميل اللي الشيف بيعمله، وغير المحاشي، ايه كمان بتقدموا؟ بتقدموا حاجات فيها حلويات؟ لا احنا الحلويات مش مدخلينها في المطبخ بتاعنا، بس احنا متميزين بالبط.
الله عندنا الله الله. البط والحمام ده من اساسيات المطبخ عندنا. جميل جميل طبعا. والرقاق بقى، ويعني الحاجه كلها بتاعه العيد الكبير احنا عندنا. انا كمان شفت على صفحتكم عروض هايله واسعار تجنن. عندنا حاجات فيه هدايا وفي حاجات حاجات جباره يعني. اللي هيخش عندنا ان شاء الله هينبهر يعني باذن الله. ما شاء الله كل ان شاء الله. معانا برده السوتيه يمشي مع الكوردن بلو، ممتاز جدا وصحي جدا. هنبدا بس ان احنا نديله بلانشيه بسيط كده. حلوة قوي. بتقدموه مع السوتيه ولا ما بتبعتوش؟ طبعا انا مجهز لحضراتكم مع الفراخ او كده، بنحط معاها سوتيه. ممتاز. تبقى برضو حلوه قوي. ممتاز. يعني مش بتحطوها بس. اوكي. تبلوا سنه ملح وسنه فلفل. السوتيه خضار بنحطه هو الخضار بيبقى طبعا بنسلقه كويس في ميه نص سوا، تمام، ونبدا نديه بلانشيه سريع كده بس مش اكتر. طبعا انا شويه زيت. سنه أوكي. زيت سنه تمام. زيت بسيطه. طبعا مجهز لحضراتكم كوردن بلو برضه، عشان بعد ما بينتهي الكوردن بلو بيبقى ده هيطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. حلو جدا. تمام. هنبدا ان احنا نبدا بقى نغرف الطبق بتاعنا لحد ما الشيف يغرف الطبق بتاعه. مشاهدينا الاعزاء، دي صفحه زي ما قلت لحضراتكم، دي اكلات الجميله اللي حضراتكم شفتوها، دي خاصه بصفحه صحتين وعافيه من بيتي. للتواصل مع هذه الصفحه الارقام موجوده على الشاشه. يلا مستني ايه؟ كل واحد دلوقتي يتصل ولازم يطلب اوردر من صفحه صحتين وعافيه. نورتونا النهارده بجد. في نهايه فقرتنا بنشكر حضرتك دكتور هبه. ربنا يخليك يا رب. الشكر ليا وشرف ليا. ان شاء الله وتطلعوا معانا بقى لما تتحولوا تبقوا مطعم باذن الله. باذن الله اكيد ان شاء الله. وبنشكر شيف صلاح. طبعا نسيت بس يعني حضرتك الوقت سرقنا، فاحنا هنقدم لنا اكل مميز جدا. الانجليش كيك طبعا طبق جاهز، هي عباره عن كوبايه ونص دقيق وكوبايه الا ربع زبده وكوبايه الا ربع سكر، وعندنا برده السلطه جاهزه. ممتاز جدا. تسلم ايدك يا شيف. ما تحرمش من حضرتك. صوص الطماطم، صوص العصير الليمون، وسن الثوم، معلقه ثوم صغيره، ونبدا ان احنا ننزل بطبق السلطه الجميل ده زي ما حضراتكم شايفين. الله الله الله. وكام واحده زيتون على الوش. يبقى كده معانا طبقين جاهزين. تمام. ومعانا الكوردن بلو جاهز بخضار السوتيه زي ما حضراتكم كده شايفين. معانا الثلاث اطباق مميزه جدا. طبعا الانجليش كيك وطبق السلطه اليوناني والكوردن بلو على طريقتي ان شاء الله باذن الله هيعجب حضراتكم ان شاء الله. وبصحتين وعافيه. وبصحتين وعافيه. مشاهدينا الاعزاء، ان شاء الله باذن الله الحلقه مع حضراتكم خلاص خلصت. هستناكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد وحلقه جديده من برنامجكم هي وادم. اشوفكم على خير.